أهلا بكم. أشارت وكالة أنباء إلى خروج 4 سفن عن السيطرة في خليج عمان لأسباب غير معروفة. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ثمة حادثة قبالة ساحل الفجيرة بدولة الإمارات، كما أوصت الهيئة في إشعار تحذيري السفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة التي تبعد نحو 61 ميلا بحريا شرقي الفجيرة. الممرات البحرية الدولية شريان العالم الذي اعتادت السفن التجارية على عبوره بأمان، أصبحت اليوم خطرا محدقا على هذه السفن. 4 ناقلات تنوعت شحناتها ولم يتغير مصيرها، فقدت وقطع الاتصال بها وكثر الحديث عنها، إلى أن أوردت وكالة أنباء عالمية أخبارا بشأن مسؤولية قوات مدعومة إيرانيا عن احتجاز إحدى الناقلات. المزيد في هذا التقرير. رغم أن الساحة مائية إلا أن الأمور مشتعلة. ممرات بحرية اعتادت السفن التجارية على سلكها بكل يسر وسهولة، واليوم هي بعيدة كل البعد عن نطاق الأمان. 4 سفن تنوع شكل شحناتها ولم يتغير مصيرها، فقدت وقطع الاتصال بها وكثر الحديث عنها، ودخلت في سجال حرب لا شأن فيها. الشرارة بدأت من ناقلة المواد الكيميائية جولدن بريليانت التي أبحرت بعلم سنغافورة من ميناء ماليزي، وفقدت السيطرة عليها في خليج عمان. وبعدها كانت الأخبار تتوالى عن فقد الاتصال بمزيد من السفن، حتى وصلت إلى 4 ناقلات قابلة للمزيد بناء على شكل أخبار هذا اليوم. وبشكل متزامن أتت الأنباء متصادمة عن سبب أعطال هذه السفن التي تنوعت ما بين الاختطاف والارتطام بالألغام. بعد تحديد معلومات هذه الناقلات، ظهر سبب تعطلها بالاشتباه بوقوف ميليشيات وأفراد على خطف بعضها. في البداية تحدثت وسائل إعلام بريطانية عن مجموعة من 8 أو 9 أفراد مسلحين اعتلوا إحدى الناقلات قبالة سواحل الإمارات. وبعدها أكدت مصادر أمنية ملاحية أن قوات مدعومة إيرانيا مسؤولة عن احتجاز السفينة في عرض البحر. ومن يتابع تسلسل الأحداث يدرك منطقية تأكيدات المصادر الأمنية، فالحرب الخفية بين طهران وتل أبيب لم تعد خفية رغم تبادل الاتهامات والإنكار. وقد تعدت مرحلة التسخين بعد الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت ومقتل 2 من أفراد السفينة في اليوم 29 من يوليو الماضي. وبعد ميرسر ستريت وقعت 4 سفن ضحية الرسائل الإيرانية وحرية التجارة العالمية معها، بجعل خطط الإمداد ساحة لتصفية الحسابات. هذا وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرة في الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان في 30 من يوليو الماضي، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات تجاه مثل هذه الاعتداءات. وأكد الحجرة في موقف مجلس التعاون الداعي إلى سلامة وأمن النقل البحري الدولي ورفضه لأي إعاقة لحركة السفن والناقلات. وللنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا رئيس منتدى الخبرة السعودي دكتور أحمد الشهري. أهلا بك دكتور الشهري، ماذا يجري برأيك بعد استهداف سفينة تحمل شحنة إسرائيلية؟ الآن الأمور تتطور، لدينا حديث عن اختطاف لسفينة، وهناك سفينة ارتطمت بلغم، وهناك سفينة أخرى تغير مسارها أو فقدت الاتصال بالمراكز المعنية. ماذا نفهم من كل ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك استاذ مفرح والاخوه والاخوات المشاهدين الكرام. قبل ان اجيب على سؤالك لا بد ان اؤكد على نقطه مهمه جدا، وهو ان ما يحدث الان في المياه بحر عمان هو نتيجه للعجز الاممي لفرض الامن والسلام في المنطقه ووضع حد لتغول ايران في المنطقه، وهذا يعيدنا الى حرب الناقلات في الثمانينات، الحرب الايرانيه العراقية التي تسببت في ابتلاء الخليج العربي لأكثر من 250 ناقلة. اليوم نشاهد أن إيران عاودت بنفس الزخم وبنفس النفس لمحاولة خلط الأوراق نتيجة للإخفاقات التي حصلت في فيينا، ومحاولة استغلال ضعف الحقيقة القرار الأمريكي وقرار لإدارة بايدن في إجبار إيران
على العودة إلى الاتفاق النووي وفق الشروط الجديدة التي يفترض أن تذعن لها إيران. لذلك لجأت إيران إما إلى لإعازة إلى ميليشياتها في العراق أو إلى ميليشياتها في الحوثي، والآن تعيد حرب الناقلات. وهذه الحقيقة من أخطر ما يمكن أن يؤدي، لأن منطقة الخليج العربي بشكل عام، بحر عمان، مضيق هرمز، هي منطقة ضعيفة، منطقة فيها يمر منها أكثر من 20,000 قطعة سنويا، وتحمل أيضا النفط وتحمل أيضا التجارة، وهذا ما يجعل إيران تستفيد من هذه المنطقة، وخصوصا أنها مشاطئة لها، وأيضا ليست بعيدة عن ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأيضا كانت هذه المنطقة تشهد عمليات القرصنة من القرن الإفريقي، وإيران لديها خبرة في هذا المجال. هناك نحن الآن أمام متغيرين، إما أن يتم مهاجمة السفن بشكل مباشر مثل ما حصل مع السفينة الإسرائيلية مرسل ستريت، أو ما يمكن حدث الآن من عملية التشويش، لأن النظام الملاحي للسفن عندما يتعرض إلى عملية اختراق أو إلى عملية تشويش تصبح السفينة عبارة عن قطعة هامدة في البحر. طيب الآن رويترز عن الخارجية الأمريكية أنه الرد المناسب على هجوم النقلة ميرسر ستريت قادم، بالتالي هناك تحرك أمريكي واضح، هناك تحرك بريطاني واضح، ماذا نتوقع أم أنه الأمر لا يعدو كونه الضغط على إيران من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وبالتالي تحقيق اختراق في بعض الملفات الأخرى؟ جيد، لعلي أذكر بمقال كتبه شريعة مداري وهو ممثل المرشد الإيراني، قال أنه عند الهجوم على إيران فإن الضوء الأخضر الذي كان يملح للسفن في الخليج العربي سيتحول إلى الضوء الأحمر، نفس التهديد الذي سبق وهدد عندما قال أنه إذا أوقف النفط الإيراني فسوف يتم تصفير النفط في الخليج. الموقف الغربي الحقيقة موقف متذبذب، مرة بايدن يقول سيكون القرار جماعي، والآن يقول أنه إسرائيل لديها الحرية في أن ترد، وبريطانيا أيضا تشدد على أنه ما حصل يجب أن لا يمر دون عقاب. إذن إيران هي دائما تقرأ المواقف الغربية المتذبذبة، لو كان هناك إرادة دولية الحقيقة لكان تم في خلال 24 ساعة تشكيل تحالف دولي وإنزال العقوبة الكاملة على إيران. إيران هي تقرأ دائما المواقف الأمريكية والمواقف الغربية الضعيفة، وهذا ما يجعلها تتمادى الآن. دكتور، أليس التاريخ شاهدا على ذلك بصرف النظر عن حرب الناقلات التي حصلت في الثمانينات، ولكن بين 2007 إلى 2008 كان هناك مواجهات بحرية بين زوارق إيرانية وأخرى وسفن حربية أمريكية في 2011 2019 وبعد ذلك، ولم نصل إلى حرب ناقلات. ما الذي يجعل الأمور تسير بهذا الاتجاه إذن هذه المرة؟ الآن إيران رئاسة جديدة استلمها اليوم الرئيسي وهو متشدد الحقيقة، واستلم تركة مثخنة بالجراح، والوضع في الأحواز لازال المظاهرات تجري، وايضا السيره الرئيسي سيره مليئه وملطخه بالدماء. هناك عدم رغبه في الخروج للخارج واعاده ترميم العلاقات الاقليميه التي كان ينادي بها ريحاني سابقا. هذا الوضع يجعل ايران تعيش في مرحله تخبط، تعيش في مرحله من الضبابيه، وكانها تريد ان تضرب في جميع الاتجاهات في ظل عجز دولي. هناك أيضا لا نبعد ذلك عما يحدث في أفغانستان ومحاولة إيران أن تتسلل وتقيم علاقة مع طالبان اللا دولة وليس مع طالبان الدولة. أيضا إدارة بايدن الآن هي لم تحدد مصير وضعها في العراق وأيضا في وضعها في سوريا. هذا الوضع يجعل من حكومة رئيسية الآن تريد أن تعيد بايدن إلى طاولة المفاوضات في فيينا للقبول بعودة الاتفاق النووي بالشروط الإيرانية بعيدا عن الملف الصاروخي التي تريد إدارة بايدن أن تدخله ضمن الاتفاق الجديد، وهذا ما لا تريد إيران. هذا ما يحدث الآن في حرب الناقلات، أنه تريد أن ترسل رسائل للعالم، كوريا، للصين، لليابان، لسنغافورة، لماليزيا، لأنها دول الحقيقة هي تعتمد اعتمادا كبيرا على الخليج العربي في النفط، وكذلك الصين. هذا مثل ما حصل قبل 3 سنوات عندما بدأت كوريا وبدأت اليابان ترسل فرقاطات لحماية ناقلاتها. إذن نعود الآن إلى نفس المربع الأول.
سواصل معك، ابقى معي دكتور. أدان حلف شمال الأطلسي الهجوم الذي نفذته إيران على ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عمان، وأكد الناتو توافقه مع ما توصلت إليه كل من بريطانيا والولايات المتحدة ورومانيا بتحميل إيران مسؤولية هذا الحادث، كما ندد الاتحاد الأوروبي بالهجوم على الناقلة ميرسي ستريت في بحر العرب. دكتور الشهري، نتذكر في الثمانينات أنه كان هناك ارتفاع جنوني لأسعار النفط، كان هناك أيضا استهداف لسفينة سعودية، ووقتها السعودية ردت بإسقاط طائرتين إيرانيتين من طراز فانتوم F4. بالتالي إذا ما ارتفعت أسعار النفط بعدما كان العالم يراقب اتفاق أوبك بلس للسيطرة على الأسعار، فهذا يحتم ردا وردا قويا، أليس كذلك؟ بلى، وليس فقط الأسعار هي التي ترتفع، هناك أسعار أخرى ترتفع، هناك أسعار النقل، أسعار التأمين، هذه سترتفع أيضا ارتفاع كبير، وهذا سيؤثر بالضرورة على المستفيد النهائي أو على المستهلك النهائي. لذلك أنا أعتقد أنه إذا لم يكن هناك ردا عاجلا وسريعا وإخراج المياه الدولية والممرات البحرية من أي خلافات سياسية، وإلا ستبقى إيران تهدد العالم. رأينا أنه كان في حرب العراقية الإيرانية اضطرت الكويت إلى أن تستعين الولايات المتحدة الأمريكية وترفع العلم الأمريكي على سفنها، رغم ما أصيب في ذلك الحرب من السفن الأمريكية وغيرها من سفن دول العالم. ما لم يكن هناك تحالف دولي وعقاب لإيران وإلزامها تماما بعدم التعرض للمياه الإقليمية والسفن وأن تكون الممرات المائية بعيدا عن تناكفات سياسية، سيبقى هذا هو الخيط الذي تسعى إيران دائما إلى استخدامه، لأن الحقيقة منطقة الخليج العربي منطقة ضعيفة جدا، منطقة رخوة، وهي في مرمى الطائرات المسيرة ذو الميادات القصيرة 150 كيلو 200 كيلو، وأيضا في مرمى أيضا الصواريخ أيضا القصيرة والمتوسطة المدى لأنها منطقة محدودة. أضف إلى ذلك إلى كثافة السفن التي تعبر من هذا الممر، وأيضا من كثرة الدول التي تشارك. هنا إيران تجد أنها تصداد العالم في منطقة رخوة، وخصوصا أنها مشاطئة لهذه المنطقة. أقول ما لم يكن هناك إجماع وعقاب الحقيقة، رغم أن إيران سترد ويجب أن يدرس الرد الذي يجب، لأنه المنطقة كلها منطقة مشتعلة وكلها منطقة نفطية ومصافي نفطية وأيضا منشآت نفطية. إيران في إذا ضربت هي ستحاول أن تستفيد من ميليشياتها، سواء كان في اليمن أو طيب. من ميليشياتها في العراق التي سلحتها بمختلف الأسلحة. لذلك لا بد أن يكون هناك الإعداد على جبهتين، جبهة الهجوم وأيضا جبهة الاستعداد للرد الإيراني، وهذا يحتاج إلى تحالف دولي وأيضا إلى غرفة عمليات مركز قيادة وسيطرة لوضع حل لهذا التقول الإيراني. يبدو أن الإجماع الدولي الآن موجود، فقط الرد هو الغائب حتى الساعة. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الشيري، رئيس منتدى الخبرة السعودي.